كالكوبس فرع من فروع الرياضة مهتم بدراسة التغير. أي تغير، تغير في القوة، السرعة، فلوس، ربح، لايكس على البيج بتاعتك على الفيسبوك، تغير في تأثير الدواء على العيان، تردد الصوت، تضخم، الطقس، السكان، نسبة الأمية في البلد، لياقة لاعب، معدل نمو البكتيريا في عينة، مبيعات شركة، نسبة التلوث في الجو، كمية البترول العالمي، وزنك، معدل الجريمة في بلد، مقاومة مادة للضغط والشد، أو حتى تغير درجة الحرارة في مركز انفجار قنبلة. أهلا بيكم في كورس Calculus Through Applications. اسمي أحمد إمام، طالب في هندسة القوى الميكانيكية. في الكورس ده هنفهم الأجزاء الرئيسية لمادة الكالكولس: الدوال، التفاضل والتكامل، والمعادلات التفاضلية. أسلوب الكورس هيكون مختلف، يعني هنركز اكتر على الفهم، يعني مش هتكتسب قوانين ونظريات على قد ما هتكتسب اسلوب تفكير لما تشوف اي حاجه بتتغير حواليك. هنعتمد في الشرح على التطبيقات، مش بس هشرح وبعدين اقول لك تطبيق، لكن هشرح من خلال تطبيق اساسي. هتكون التطبيقات في الهندسه والطب والصيدله، بحث العلمي وجمع البيانات، بيزنس والاقتصاد، والسوشيال ميديا والدعم. هنشتغل على مجموعة من البرامج زي مايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت ماثماتكس، وولفرام ماثماتيك، عشان تفهم وتتعلم وتعرف تطبق اللي احنا هناخده بسهولة بعد كده في اي موقف في حياتك. لو شفت الكورس ده ما اضمنلكش ان انت هتنجح في المدرسة والجامعة، لكن اضمنلك ان انت هتتعلم، هتفهم وتستمتع وتعرف تطبق الكالكولاس في اي حاجة في حياتك بعد كده. لو مهتم انك تفهم سواء خدت الكورس ده قبل كده او لا، انصحك انك تتابعه.